عم نلعب الألعاب ومبسوطين كتير. جايين نلعب وهذا نركب المراجيح ونعيده وننبسط ونشتري أكلات طيبة ونلعب. أول شيء كل عام وأنتم بخير والشعب العربي السوري كله بخير، إن شاء الله يضل بخير. جايين نلعب ابن أختي بالحديقة، ما في شيء والله، يعني الحمد لله إن شاء الله تهدى الأمور وكل شيء بيرجع مثل ما كان.